إلا على التمر وعلى الماء. يأتي هذا العملاق، هذا الصنديد الذي والله غبار حجائه الذي يلبسه لهو عند الله أعظم من جباهدة العرب، وأعظم من أسلحة العرب، وأعظم من ملوك العرب، وأعظم من تيجان العرب كلهم والله. صنعنا للصفر قيمة، بعدما كان الصفر بلا قيمة صنعنا للصفر قيمة، وأصبح الرجال الذين لا يعرفون إلا ربهم ولا يعرفون إلا الجهاد والقتال في سبيل الله يقتلون الصهاينة من مسافة الصفر. لذلك اطمئنوا، نصر الله وإن تأخر هو قادم بإذن الله، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. ماذا بعدما أعلن اليهود حربهم على الله، بعدما هدموا بيوت الله، بعدما قتلوا أولياء الله، بعدما قتلوا الأطفال والرجال والنساء، وما أعظم النساء التي تفقد عشرة وتفقد أولادها كلهم وهي تقول فقدت بالأمس إحداهن تقول فقدت أبنائي كلهم، وتمنيت والله تمنيت والله أنه لو كان في الحياة سعة أن ألد مثلهم خمسة أضعاف ويكون ختامهم كختام هؤلاء. لله ضرهم، لله ضر هؤلاء الذين إذا ما جئنا لنعزيهم وجئنا لنربط على قلوبهم هم الذين يربطون على قلوبهم، جئنا لنقول لهم عظم الله أجركم ويقولون لا 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 عظم الله أنتم أجركم. هؤلاء الذين غيروا مجرى التاريخ، هنيئا لغزة، هنيئا لغزة التي بإذن الله ستبقى وستبقى وستبقى، رغم أنف الصهاينة ورغم أنف الحاقدين ورغم أنف الماكرين ورغم أنف الحاقدين، ستبقى غزة هي التي تتبرع بالكرامة للأمة، وستبقى غزة هي التي تتبرع للأمة بالشرف على مدار التاريخ كله بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وهل بعد الله شيء؟ من وجد الله فماذا فقد؟ نحن وجدنا الله فلن نفقد شيئا بإذن الله. أما العرب فلم يجدوا الله سيفقدون كل شيء، سيفقدون كل شيء بإذن الله، ونحن سنجد كل شيء بإذن الله رب العالمين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء ليس بالخوف كله، هذه رحمة الله، ولكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، بشر الصابرين. حينما نسمع على المذياع، حينما يقول المذيع سنزف إليكم الآن بشرى، شعورنا نشعر بالسعادة ونشعر أن وراء هذه البشرى شيء عظيم. ماذا ربنا يقول؟ وبشر الصابرين، أعظم من بشرى البشر وأعظم من بشرى الأمة كلها، إنها بشرى الله. ويكفي أن الله هو الذي يبشر، لا حجاب ولا بريد ولا غيره، إنما الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، ونحن اليوم لم نصب بمصيبة واحدة بل نصب بمصائب جلة، نصب بمصائب عظيمة. إن لم يصب الواحد في بيته قد أصيب في أهله،
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى.